أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من الكتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي. إذن أحبتي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا حصة جديدة. إذن لدينا النص الوظيفي الثالث في الأسبوع الثالث الوحدة الثالثة، النص بعنوان أسنان سامي. أسنان سامي، جيد جدا. اذا قبل ما نبداو الحصه ديالنا احبتي الصغار، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي في القناه تشترك، وما تنساوش كذلك انكم تخليوا لي جيم او اعجاب او لايك لهذا الفيديو هذا. اذا على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. اذا الاحظوا، اتوقع، اعبر عما الاحظه في المشهد، ثم اتوقع سبب حزن الاسنان والفرشاة والسانون. السانون هو معجون الاسنان. اذا ألاحظ في المشهد أسنان طفل حزينة. ألاحظ في المشهد أسنان طفل حزينة. إذن نلاحظ هنا هذه الأسنان فهي حزينة لأنها متسخة. جيد. أتوقع سبب حزن الأسنان والفرشاة والسنون. إذن حزنت الأسنان والفرشاة والسنون لأن سامي نسي تنظيف أسنانه. إذن غنكتبو بهذا الشكل هذا. إذن ألاحظ في المشهد أسنان طفل حزينة، ثم حزنت الأسنان والفرشاة. إذا الفرشاة هنا تكتب تاء مربوطة، فرشاة والفرشاة والسانون لأن سامي نسي تنظيف أسنانه. أعيد، ألاحظ في المشهد أسنان طفل حزينة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حزنت الأسنان والفرشاة والسنون لأن سامي نسي تنظيف أسنانه. جيد جدا. إذا الآن نمر لقراءة هذا النص الجميل واللي العنوان ديالو هي أسنان سامي. إذا فهذا النص غيتحدث لنا أو سوف يتحدث عن أسنان هذا الطفل الذي اسمه سامي. جيد. نام سامي وقد نسي أن ينظف أسنانه بعد أن أكل حلويات كثيرة. حزنت أسنانه وخافت أن يهاجمها السوسو فتصيبه بالألام. قال العم ديرسون، نادوا على صديقنا كوب الماء حتى يرش وجه سامي ويوقظه. فنادت الأسنان الكوب وقام برش الماء على وجه سامي، فاستيقظ فزعا وقال، من أيقظني؟ من رشقني بالماء؟ فأجابه كوب الماء، أنا الذي أيقظتك، أسنانك تشتكي، انظر إلى المرآة لترى ماذا تريد. جيد. نظر سامي إلى المرآة وشاهد الأسنان وهي حزينة وسألها، ما بك يا أسناني الجميلة؟ مما تشتكين؟ فردت عليه، كيف تنام دون أن تقوم بتنظيفنا؟ ألا تعلم أن التسوس سيهاجمنا ويحفر بنا حفرا عميقة سوداء؟ فيصيبنا الألام وتتورم اللثة ونقض مرجعك، وعندها لن تستطيع النوم إلا إذا زرت طبيبة الأسنان. قال سامي، ولكني قمت بتنظيفك ليلة الأمس، هل يجب علي فعل ذلك كل يوم؟ فأجابته، بالتأكيد، وليس فقط كل يوم، بل بعد كل وجبة طعام حتى تحافظ على نظافتها وبياضها. قالت الخالة فرشاة الأسنان، سأساعدك في تنظيف أسنانك. وقامت بوضع السانون فوق رأسها وأخذت تنظف أسنان سامي جيدا. ثم جاء الكوب ووضع قليلا من الماء في فم سامي وقال له، مضمض لتزيل أثار المعجون. شعر سامي بالسعادة عندما رأى أصدقائه مهتمين به وبأسنانه الجميلة حفاظا على سلامتها، ووعد أسنانه بدوام تنظيفها بعد كل وجبة طعام حتى لا يصيبها التسوس. أحسنتم أحبتي الصغار. إذا الآن نمر إلى الأسئلة المرافقة لهذا النص.
وبينوا الشرح المناسب لكل كلمة. تورم، هل هي انتفخ أو انفجر؟ إذا تورم هي انتفخ، إذا غادي إما تلونها أو فقط تضع علامة في أو هاد العلامة هذه. مضجع، هل هو مرقد أو بيت؟ المضجع هو المرقد. أحسنتم. إذا السؤال الموالي، أضع علامة في أمام الكلمة الدخيلة. لثة، سنون، سنون، فرشاة، ضرس، ناب. عفوا. إذا فهاد الكلمات لها علاقة بالأسنان، لكن هنا سنون فهذا طائر، طائر السنون، هذا ليست له علاقة بالكلمات الأخرى. إذا السؤال الموالي هو، أملأ شبكة مفردات لكلمة نظافة. عندنا نظافة، إذا أي كلمة لها علاقة بالنظافة كليكم تكتبوها. كتبنا مثلا منظف، عندنا هنا صابون، معجون الأسنان، استحمام، حمام، فوطة، غسل، ماء. إذا أي حاجة لها علاقة بالنظافة كليكم تكتبوها. جيد. السؤال الموالي، أربط بين الجملة والمعنى الصحيح ثم أركب أقض مضجعه في جملة مفيدة. إذا أقض الألم مضجع المريض، شنو هو المعنى ديالها؟ واش منع النوم عن المريض أو نام المريض نوما عميقا؟ لا، بل أنه منعه عن النوم. جيد. إلا بغينا نديروها في جملة نقول مثلا، أقض الضرس المريض مضجعه أو مضجع أخي مثلا. ما تشكل مثلا، أقض الضرس المريض مضجعه مثلا، هذا كمثال. إذا السؤال الموالي، أستخرج من النص الضاد الكلمات الآتية، فرح، حزين، نام، أيقظ أو استيقظ، سواد، بياض. فرح، حزين، نام، أيقظ، سواد، بياض. جيد. إذا الآن نمر إلى أسئلة الفهم. إذا عندنا السؤال الأول يقول، ماذا نسي سامي قبل أن ينام؟ إذا السؤال الثاني، بما أجاب سامي أسنانه؟ السؤال الثالث، من أيقظ سامي من نومه؟ السؤال الرابع، من ساعد سامي في تنظيف أسنانه؟ إذا كجواب على هذا الشيء نقوله، نسي سامي تنظيف أسنانه قبل النوم. الجواب الثاني، أيقظ كوب الماء سامي برش الماء على وجهه. الجواب الثالث، قال سامي لأسنانه أنه قام بتنظيفها ليلة الأمس. الجواب الرابع، ساعدت الخالة فرشاة الأسنان سامي في تنظيف أسنانه. أحسنتم أحبتي الصغار. نمر الآن إلى السؤال الموالي. إذن أجيب بنعم أو لا، سامي ينظف أسنانه بعد كل وجبة؟ لا. إذن نكتب لا. ينظف سامي أسنانه بالصابون؟ لا، بل بالسنون. جيد. إذا يحفر التسوس حفرا عميقة في الأسنان؟ نعم. يقتنع سامي في النهاية بما قالته الأسنان؟ نعم. جيد. إذا الآن نمر إلى السؤال الموالي، أضع علامة في قبل الشخصية المذكورة في النص. قبل الشخصيات المذكورة في النص. إذا هنا طبيب الأسنان لم يذكر، بل ذكرت طبيبة الأسنان. انتبهوا، طبيب الأسنان لم يذكر، فالذي ذكر هنا هي طبيبة الأسنان ليس طبيب الأسنان. الأم لم تذكر، فرشاة الأسنان ذكرت، السنون ذكر، الضرس ذكر. جيد. الآن ننتقل إلى السؤال الموالي، أكمل ملء الخطاطة. لتجنب الأمراض أغسل الفاكهة قبل أكلها، أغسل أسناني بالفرشاة والسنون، أمارس الرياضة، أقلم أظافري، أنام جيدا. جيد.
إذا ننتقل الآن إلى أنتج. أحاكي الأسلوب التالي: هل يجب علي فعل ذلك كل يوم؟ الجواب بالتأكيد. إذا مثال آخر: هل يجب علي غسل أسناني بعد كل وجبة؟ الجواب بالتأكيد. إذا سؤال موالي: أستعين بهذه العناصر وأضيف الروابط ثم ألخص النص. إذا نرتب هذهما الترتيب ديال الأفكار. الفكرة الأولى هي: نام سامي ولم ينظف أسنانه. الفكرة الثانية: أيقظه كوب الماء. الفكرة الثالثة: تنبه إلى خطورة التسوس. الفكرة الرابعة: نظف أسنانه بالفرشاة والسنون. الفكرة الخامسة: أحس بالسعادة لأن أصدقائه يهتمون به. والفكرة الأخيرة: وعد أسنانه بتنظيفها بعد كل وجبة. إذا كتلخص النص غادي نكتبو، وهنا درنا الروابط: نام سامي ولم ينظف أسنانه، وبعد لحظات أيقظه كوب الماء، ثم شرح له أخطار عدم غسل الأسنان، فتنبه إلى خطورة التسوس، فقام ونظف أسنانه بالفرشاة والسنون، فأحس بالسعادة لأن أصدقائه يهتمون به، ووعد أسنانه بتنظيفها بعد كل وجبة. جيد جدا أحبتي الصغار، بهكا كنكون سالينا الحصة ديال اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.